صراحة احنا اليوم عاملين مبادرة عالمية ان شاء الله، يعني اردنية عالمية، بدنا نزرع بصمة للاردن ومن اهل الشباب انه هم متقدمين بهاي المبادرة حرير. كل حدا عم بيجي وعم بيسأل وعم بيرفع ايده لهي مبادرة حرير عشان نقدر احنا ناخذ خصل من الشعر ونعمل باروكة. اليوم احنا سلسلة حرير عم تتقدم بمبادرة تانية لحرير، كونها بنقدر احنا نصنع الباروكة من الاطفال، نسعد اطفال مرضى السرطان. وان شاء الله يقدرنا انه احنا نسعدهم ونطلعهم ابتسامه سعيده، وان شاء الله انه تكون الامور واضحه وتكون الامور كل حدا عم بشوفنا وعم بتابعنا باي مجال اعلام او خارج اعلام انهم يكونوا هم مبسوطين وسعيدين.